جسر العدلية مرفق جديد وهمزة وصل حيوية بين منطقتي الأشرفية وفرن الشباك التحويطة. بوشر العمل في جسر العدلية في نهاية العام 1994 وأنجز في شباط من العام 1996 قبل 9 أشهر من الموعد المحدد، وهو أمر لم يعهد المواطنون من قبل. طول جسر العدلية 110 أمتار وعرضه 23 مترا، ويتسع لمرور 3 سيارات في كل اتجاه. وللاستفادة من ارتفاع الجسر البالغ 4.5 متر تم إنشاء مرآب للسيارات يتسع لنحو 300 سيارة. يشمل الجسر سور أمان على الجهتين ورصيفا للطوارئ. في انتظار الأوتوستراد الدائري ينشئ مجلس الإنماء والإعمار أوتوسترادا سريعا وسطيا بين العدلية والتحويطة. الأوتوستراد 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمة جانبية على امتداد 1.5 كيلومتر مع 11 جسرا وعدد من المحولات. المشروع يتضمن أيضا أشغال الإنارة العامة، إشارات توجيه السير، خطوط نقل للمياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف. كلفة هذا القسم من المشروع تبلغ 14 مليون دولار ونصف المليون، ومن المتوقع إنجازه في آب من العام 1997. أهمية المشروع تكمن في أنه يحل أزمة السير الخانقة التي يعاني منها المواطنون في المنطقة الواقعة بين الأشرفي والحزمي، وهو يخدم الوافدين إلى بيروت من الشمال والجبل. مشروع أوتوستراد المدخل الجنوبي لمدينة بيروت قيد الإنجاز، وهو المشروع الأضخم من بين المشاريع التي تنفذها الدولة في خطة إعادة الإعمار. المشروع الذي تعود تصاميمه إلى العام 1985 يمتد على مسافة 4 كيلومترات، تبدأ من منطقة الروشي وتربط بيروت بأوتوستراد الأوزاعي وأوتوستراد الجنوب. المرحلة الأولى من المشروع أنجزت بشق نفق كورنيش المزرعة وتأهيل التقاطع الدائري عند ساحة حبيب أبي شهلة والطرقات المتفرعة عنها. أما المرحلة الثانية والتي شارفت على نهايتها فهي شق نفق سبينس بطول 200 متر حتى شارع عدنان الحكيم، إضافة إلى نفق آخر بطول 50 مترا عند تقاطع سبينس. كما يشمل المشروع إنشاء جسرين، الأول في منطقة الأوزاعي لجناح والثاني في الأوزاعي ثكنة هنري شهاب بعرض 60 مترا و3 مسارب بكل اتجاه. المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون دولار قد يستكمل في مرحلة لاحقة بشق أنفاق جديدة في منطقتي الروشي ومارلياس لينهي مشكلة تاريخية عانى منها اللبنانيون طويلا. ملامح الصورة الجديدة لمطار بيروت الدولي تكاد تكتمل في ضوء ما تم إنجازه من مشروع التطوير الذي بدأ في أيلول 1994، ومن المتوقع أن ينجز في العام 1998، بحيث يصبح جاهزا لاستيعاب 6 ملايين راكب سنويا و400 حالة إقلاع وهبوط في اليوم الواحد. ويتركز العمل حاليا على تأمين مدرجين جديدين، المدرج الشرقي ويبلغ طوله 3800 متر وعرضه 40 مترا، ويمر تحته أوتوستراد يربط منطقة الشويفات بالجنوب. أما المدرج الغربي فيبلغ طوله 3600 متر، 1900 متر منها تمتد في البحر، ويمر تحته أوتوستراد الأوزاعي. وقد قطعت أعمال ردم البحر مرحلة متقدمة. وتكمن أهمية هذا المدرج في أنه يرفع طاقة استيعاب المطار الحالية إلى 36 طائرة في آن واحد، ويبعد حركة الملاحة الجوية عن أجواء العاصمة. كما يشمل المشروع توسيع محطة الركاب الحالية وإنشاء مبنى للبريد وآخر للطيران العام، وإنشاء فندق 4 نجوم يتسع لمئتي غرفة مخصص لمسافري ترانزيت. كما يشمل إنشاء سوق حرة تمتد على مساحة 4000 متر مربع وموقف يتسع ل2400 سيارة. يتناوب على العمل في المطار فريق عمل نهاري وفريق ليلي، وكلفة المشروع 400 مليون دولار، وهو الأهم منذ افتتاح المطار عام 1954. ما
مشروع أوتوستراد الجنوب الذي انتظره اللبنانيون منذ أوائل السبعينات هو اليوم قيد الإنجاز، ويشكل حلا لمشكلة قديمة عانى منها أبناء الجنوب والجبل طويلا، وهي تحسن من فرص إنماء هذه المناطق. الجزء الأول من المشروع والممتد من الدمور إلى الجي بدأ العمل به في 11 تموز عام 1994. يبلغ طول هذا الجزء 8 كيلومترات ونصف الكيلومتر، وبعرض 13 مترا، وفيه خطان، في كل خط 3 مسارب مع مسرب للتوقف الاضطراري وجسور تربط بين الأوتوستراد والمناطق المجاورة. الأوتوستراد الجديد في مرحلته الأولى ينتهي قرب المعمل الحراري في الجي، وقد افتتح قسم منه أمام السير بطول 4 كيلومترات ونصف الكيلومتر في 25 تموز عام 1996. أما القسم الأخير فينجز في أواخر العام 96. المشروع تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 28 مليار ليرة، وهي تشمل بناء الجسور وأعمال الردم البحري. هذا الأوتوستراد يساهم في إحياء مناطق الجنوب ومنطقتي إقليم الخروب والشوف، وينهض بالبلدات والقرى فيهما اجتماعيا وإنمائيا وسكانيا. مشروع استكمال أوتوستراد الجنوب في مراحله الأخيرة وإنجازه يسدل الستار على معاناة الانتقال إلى الجنوب، ويفتح أمام المنطقة أبواب الإنماء والاستقرار. المتبقي من المشروع وصلتان: وصلة صيدا بين الجي والزهراني، والوصلة الثانية هي أوتوستراد الزهراني صور حتى مفترق قانا. تبلغ كلفة وصلة صيدا نحو 55 مليون دولار، وهي عبارة عن عدة خطوط، منها الخط البحري ومعابر الأولي وسينيق بطول 15 كيلومترا. أما أوتوستراد الزهراني صور مفترق قانا فيبلغ طوله 23 كيلومترا وكلفته نحو 165 مليون دولار، وتجري اليوم اتفاقيات لتنفيذ أشغال هذا الجزء من الأوتوستراد، وهي تتضمن عمليات ردم ما يسمى بالحماية البحرية وخدمات مدنية من مجاري وأعمال تصريف المياه وإنارة وأرصفة ومساحات خضراء. في المقابل تكاد الأعمال تنتهي في تأهيل طريق الزهراني صور الحالية، وبانتظار إنجاز مشروع الأوتوستراد يكون قد جرى ربط الجنوب بالعاصمة بيروت بخط سريع يوفر على المواطنين الكثير من المعاناة والوقت المهدور، وينمي الدورة الاقتصادية. أوتوستراد حالات الذي كان يعرف في السابق بطريق الموت نظرا لعدد الضحايا التي سقطت فيه، استعاد هويته الحقيقية كطريق سريع بمواصفات عصرية متطورة. أوتوستراد حالات يمتد من طبرجة حتى جبيل، ويبلغ طوله 2600 متر، أما عرضه فيصل إلى 20 مترا، ويتضمن مسربين للسيارات في كل اتجاه. وقد استغرق العمل فيه نحو 7 أشهر، وشملت ورشة التأهيل إعادة بناء الجسر الذي يربط منطقة الفوار البحرية بالمنطقة العليا والبالغ طوله 70 مترا. ورشة التأهيل شملت أيضا إنشاء حواجز الأمان لحماية مدخل مدينة جبيل من خطر السيارات المسرعة. كلفة المشروع بلغت نحو 2 مليون دولار. إشارة إلى أن أوتوستراد حالات هو جزء من مشروع أوتوستراد طبرجة شكا طرابلس الجاري تنفيذه حاليا، والمتوقع إنجازه أواخر العام الحالي. أوتوستراد شكا طرابلس مشروع جديد يصب في خانة التطور الاقتصادي، ومع افتتاحه غابت زحمة السير الخانقة عن مداخل طرابلس. يربط هذا الأوتوستراد الساحل بمنطقة سهل عكار، ويعتبر مدخلا أساسيا ثالثا لمدينة طرابلس. يبلغ طول الأوتوستراد 16 كيلومترا، وهو يشمل مسربين للسيارات في كل اتجاه، ويتضمن 8 جسور علوية وسفلية، بينها جسر ضخم طوله 108 أمتار عند منطقة أبو حلقة، سوف يتم إنجازه في آب المقبل. بدأ تنفيذ المشروع العام 1970، ولم يكتمل إلا في عهد حكومة الرئيس الحريري الحالية في إطار خطة إعادة تطوير الطرق في مختلف المناطق اللبنانية. بلغت كلفة المشروع 18 مليون دولار.
مشروع أوتوستراد نهر الكلب الضي قطع أشواطا مهمة، وتشهد المنطقة الممتدة بين أوتوستراد الضي ومنتجع الرمال ورشة عمل نشطة، مما يعني أننا على طريق التخلص من كابوس السير المزعج عند نفق نهر الكلب المتنفس الوحيد بين بيروت والشمال. بدأ العمل رسميا بالمشروع في آب عام 1994، ومن المتوقع أن ينجز في مطلع العام 1997. يشمل المشروع إقامة خط أوتوستراد جديد باتجاه واحد نحو بيروت على امتداد 4 كيلومترات بعرض يتراوح بين 12 و 15 مترا، كما يشمل المشروع إنشاء خط سكة حديد وطرقات فرعية يتراوح عرضها بين 9 أمتار و13 مترا. مشروع أوتوستراد نهر الكلب الضي يشمل 6 جسور على الشكل التالي: جسر في منطقة الضي، جسر في منطقة البراد، جسر في منطقة نهر الكلب، جسر في الرمال، جسر للسكة الحديد، وجسر سادس مخصص للمشاة. تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 20 مليون دولار. مشروع الكوكوديل كولا يسمح بربط العاصمة بيروت بضاحيتها الجنوبية، ويسهل الانتقال من وسطها إلى المطار عبر خط سريع. المشروع ينقسم إلى قسمين: الأول يمتد من مستديرة الكوكوديل قرب المطار وينتهي قرب قصر رياض الصلح بطول 2 كيلومترين وعرض 60 مترا، ويتضمن خطين جانبيين وبنية تحتية متكاملة. أما القسم الثاني فيبدأ من قصر رياض الصلح بنفق طوله 440 مترا وينتهي عند جسر الكولا، ويتضمن إضافة إلى النفق الأول نفقين آخرين، هما نفق المدينة الرياضية بطول 140 مترا ونفق تقاطع شارع غانا بطول 60 مترا. ويتضمن المشروع إنشاء جسر عند نقطة الكوكودي ونقطة تحويل إلى المطار. الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 26 مليون و800 ألف دولار. المشروع يؤكد في ضخامته حضور الدولة في خطتها للإنماء المتوازن وقدرتها على النهوض نحو المستقبل. مرفأ بيروت الذي كان في السابق ركنا مميزا في النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط استفاد من استتباب الوضع الأمني وانطلاق النهوض الاقتصادي في لبنان لينفض عنه ركود فترة الأحداث الأليمة. وبسبب المنافسة الشديدة اتبعت الدولة استراتيجيتين: الأولى هي تطوير الموجود من مرفأ بيروت، فكانت ورشة توسيع الأحواض الثاني والثالث والرابع، إضافة إلى إكمال كاسح الأمواج. الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 126 مليون دولار. أما الخطوة الثانية فتكمن في سعي الدولة إلى إنشاء الحوض الخامس الذي يبلغ طوله كيلومترا وعمقه 15 مترا، ويضاعف إنجازه القدرة الاستيعابية للأحواض القديمة بعد توسيعها. تبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بين 400 و450 مليون دولار. قديما كان يسمى حرج الصنوبر، وكان من أهم معالم المدينة إلى أن أحرقته إسرائيل عام 1982، ولم تزرع فيه أي شجرة حتى العام 1993 موعد بدء العمل. مشروع إعادة تأهيل الحرج أنجز في شهر تموز عام 1995 بعد سنة ونصف من العمل الدؤوب، وكانت نتيجته إنشاء حديقة عامة منظمة تمتد على مساحة 350 ألف متر، مزروعة ب6000 شجرة صنوبر وعدد آخر من الأشجار المختلفة. ويضم الحرج حاليا سوقا صغيرة وساحة مخصصة لإقامة الحفلات، كما يضم عددا من المطاعم، إضافة إلى حديقة عامة مزروعة بالنباتات الطبيعية. تشجير الحرج على أرض غير مستوية جعله يبدو على شكل تلال مختلفة الارتفاع. مشروع التأهيل نفذته شركة فرنسية بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار بتبرع من الدولة الفرنسية. مشكلة الهاتف في لبنان على طريق الحل النهائي المرتقب في العام 1997، وتتبع وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية للوصول إلى هذا الهدف استراتيجية محددة ترتكز إلى 4 بنود: أولا صيانة الشبكة القديمة في انتظار انتهاء أعمال الشبكة الجديدة، ثانيا تنفيذ مشروع المليون خط هاتفي وفق المقاييس الدولية،
ثالثا تحديث العمل في الوزارة وتأهيل المؤسسات والكوادر وتدريبها على التكنولوجيا الحديثة. رابعا تأمين الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة. وفعلا تمكنت وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالتعاون مع مؤسسة أوجيرو من استبدال عشرات السنترالات القديمة بسنترالات حديثة في بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية. كما سجل حتى الآن إنجاز نحو 200,000 خط هاتفي جديد، أصبح 60,000 خط منها في الاستخدام. وقد أعادت الوزارة العمل بالسنترال الدولي، وأصبح في مقدور المواطنين إجراء المخابرات الدولية من منازلهم. كما تم إنشاء المقسم 113 لتلقي المشاكل ومعالجتها بالسرعة الممكنة. وخلال الربع الأخير من العام الماضي تم استحداث مركز لتأهيل وتدريب العاملين في المؤسسة على التقنيات الحديثة، وكان من نتيجة عمل المركز تأهيل 78 فرقة ظهرت كفاءة عملها في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان. وتؤكد أعمال الحفريات الخاصة بشبكات الهاتف الجديدة أن خطة المليون خط هاتفي تسير وفق المرسوم لها، ليصبح في متناول كل مواطن خط هاتفي مع نهاية العام المقبل. نفق كورنيش المزرعة هو جزء من مشروع المدخل الجنوبي لمدينة بيروت، يمتد من مبنى البيجو حتى بناية الأوجي في الرملة البيضاء بطول 550 مترا، وهو يعتبر من أطول الأنفاق في العاصمة. تم افتتاحه في 21 من شهر تموز عام 1995 بعد ورشة عمل استمرت 9 أشهر ونصف الشهر، وهي فترة وجيزة بل فريدة في تاريخ إنجاز المشاريع. النفق مجهز بالإنارة اللازمة وبإشارات السير وبالمراوح، ومجهز أيضا بأجهزة مراقبة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء حفاظا على الصحة العامة، وفيه مسربان للسير في كل اتجاه. تكمن أهمية النفق في حل مشكلة السير الخانقة عند تقاطعات كورنيش المزرعة التي تشهد ازدحاما كثيفا على مدار الساعة. بلغت الكلفة الإجمالية للنفق 9 ملايين دولار. خطة النهوض في قطاع النقل المشترك تنطلق عمليا في أيلول المقبل بعدما أنجزت الدراسات الميدانية، فضلا عن العمل لتأمين 250 حافلة لتسيير حركة انتقال المواطنين داخل العاصمة وخارجها. عدد الحافلات التي تعمل في بيروت اليوم تجاوز عددها 95 حافلة بعد وصول 35 حافلة في حزيران الماضي، ويتوقع يكتمل وصول الأوتوبيسات ووضعها تباعا بالعمل. ولأن مشكلة النقل في لبنان مزمنة خصوصا في بيروت التي تستوعب أكثر من 58% من حركة اللبنانيين، فإن الخطة تسمح بالتخفيف من الأعباء المالية والاجتماعية للمواطن وتخفف من أزمة الاختناق اليومي. الخطة الجديدة التي بدأت بوادرها بالظهور تشمل محطات توقف جديدة ومحطات تسفير، وهي تلحظ دورا للقطاع الخاص الذي بدأ يواكب الخطة بتسيير أوتوبيسات بالتنسيق مع مصلحة النقل المشترك وضمن شروط بمشاركة المؤسسات المتخصصة في حركة النقل. خطوط النقل المشترك سترتفع إلى 20 خطا في بيروت، وستكون مساهمة الدولة في حركة النقل في حدود 60%، والباقي يتولاه القطاع الخاص. النهوض بقطاع النقل المشترك يحتمل مواجهة بعض الصعوبات فضلا عن إعادة تأهيل الطرق، لكن بالتأكيد مشروع المستقبل يخفف من معاناة المواطن ويعزز الدورة الاجتماعية والإنمائية في البلاد. لحماية المستهلك وزيادة قدرة المواطن على شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كانت خطوة إقامة الأسواق الشعبية في بيروت والمناطق، وكان أولها السوق الشعبية في الكارنتينا. لقد استغرق إنشاء هذه السوق 2 شهر، وهو يمتد على مساحة 50,000 متر مربع، ويشمل المشروع 3 أسواق، هي أولا سوق الخضار والفاكهة وهو مجهز ب492 بسطة، ثانيا سوق السمك ويضم 3 صالات، واحدة للبيع بالجملة وواحدة للبيع بالمفرق، أما الثالثة فهي لتنظيف السمك، ثالثا سوق اللحوم وهو مخصص للبيع بالجملة والمفرق،
وفيه 52 محلا، ويضم المشروع موقفا ل 650 سيارة ومسارا للمشاة. ولتأمين حسن سير العمل والتأكد من سلامة السلع ومراقبة أسعارها، أقيمت مكاتب إدارية ومخفر للدرك. القطاع الصحي كغيره من القطاعات شملته ورشة التطوير والتنمية، ووضع في سلم الأولويات الاجتماعية. وأول الإنجازات في هذا القطاع كان وضع حجر القطاع الصحي كغيره من القطاعات شملته ورشة التطوير والتنمية ووضع في سلم الأولويات الاجتماعية وأول الإنجازات في هذا القطاع كان وضع حجر الأساس للمستشفى الحكومي في تشرين الثاني عام 1994، بعدما بقي لمدة 30 عاما في درج المشاريع المنسية. مساحة الأرض المخصصة للمشروع تبلغ 43 ألف متر، أما مساحة الإنشاءات فتتجاوز 55 ألف متر مربع. من المتوقع أن يصبح من أهم مستشفيات الشرق الأوسط، كونه سيجهز بأحدث التقنيات والأجهزة التي ستؤمنها الدولة من جهة، وبالمهارات الطبية التي ستؤمنها كلية الطب في الجامعة اللبنانية من جهة أخرى. مستشفى بيروت الحكومي يضم 450 سريرا، وتبلغ اعتماداته 80 مليون دولار، تستفيد من خدماته فئات الشعب اللبناني كافة. قاطع مثل العدل، محني مثل التواضع، وبحد الفاصل بتخلص لبنان. نحن على العهد لتحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي. لكن الشعب اللبناني كذب كل وجوه التشكيك، وانخرط من جديد في العيش الوطني والبناء الوطني والجهد الوطني الذي قتل الحرب، وانتقم لنفسه وعراقته بالعلم والعمل ومصارعة كل أسباب الانقسام والتردد. موانينا انفتحت مشرح من سدة، والجسور اتعمرت مشرح من هدة، والحصون اتحصنت بس الصحبة حدة، بلاد بدها تتقدم ما حدا بردة. موانينا انفتحت مشرح من سدة، والجسور اتعمرت مشرح من هدة، والحصون اتحصنت بس الصحبة حدة، بلاد بدها تتقدم ما حدا بردها.